المؤمن في خير حتى وإن كان ليس بيده شيء من الدنيا، هو في خير وفي نعيم، في خير وفي نعيم. حتى قال بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، قلوبهم عامرة بالإيمان بالذكر بالطاعة منورة بنور الله، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح هذا قلب المؤمن، هذا قلب المؤمن فيه نور، أعطاه الله النور في قلبه حتى أصبح قلبه مثل المصباح في المشكاة، يعني في الكوة الضيقة التي تجمع النور، تجمع النور حتى يكون قويا. هذا كذا قلب المؤمن شبهه الله سبحانه وتعالى، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا قلب المؤمن وما فيه من الإيمان واليقين والعلم النافع، وإن لم يكن بيده شيء من متاع الدنيا وحطامها فهو في عيش طيب ولذة ونعمة، وإن كان خالي اليد